هو موسيقي محب لبلده، وصفته بعض وسائل الإعلام بأنه أوركسترا في رجل، لأنه مؤلف موسيقي ويعزف على 14 آلة موسيقية. أنا حبيت أعمل تحية للجيش اللبناني من وراء الرصاصات اللي خاضوا بمعركة فجر الجرود، من وراء آلة هي معروفة بآلة الفلوت دو بان اللي بعزف عليها أنا. وهالرصاص هن لأنهم شكلهم مستطيل مثل آلة القصب، يعني اللي هي الفلوت دو بان. وحبيت مثل أعزف النشيد الوطني على هالآلة اللي كانت صعبة يمكن تقنيا أنه تتدوزن أو تنعمل. بلشت الفكرة برصاصة أنا حطتها ببيت الديكور، وقعدت أفكر بهالرصاصة شو ممكن تطلع شيء نوت موسيقية. ومن هالرصاصة طلعت معي النوت اللي أنا بدي إياها، وقدرت أحصل على رصاصات من عدة مقاييس للأسلحة يعني، وحتى أقدر أعمل عليها السلم الموسيقي. اعتمدت على أول رصاصة اللي هي بتعطينا أول نوت منها اللي هي هيدي نوت الدو، ومن هالأساس صرت دوزن كل رصاصة اللي حد منها. هيدي نوت الري الحد منها، والحدة لأنه زيت القياس بنزيد عليها مي حتى تعلى النوت. طبعا الارهاب هو صادر من الشر. انا حبيت احول هالرصاص لرمز، رمز حلو، رمز سلام، بانه هيدي الرصاصه اللي بتقتل هي هالرصاصه عم تنفخ نوتات حلوه موسيقى. استوديو ألان برجي هو متحف فريد للآلات الموسيقية القديمة والحديثة، والآلة التي صنعها يدوياً من الرصاص انضمت إلى تلك الآلات. أما حلمه فهو أن تعزف وراءه يوماً ما أوركسترا كبيرة. لبرنامج اليوم على الحرة مصطفى عاصي، منطقة صربا.